زخات أمطار رعدية متوقعة في العديد من مناطق المملكة يوم الثلاثاء. تفاصيل أكثر بعد الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. يتوقع أن تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة اعتبارا من ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء وخلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، كنتيجة لتأثر المملكة كما ذكرنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية. الأنظمة الجوية المسبب أو قبل ذلك خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الاثنين، يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين لا أمطار متوقعة خلال ساعات النهار في عموم مناطق المملكة، لكن تبدأ كميات من الغيوم المتوسطة والعالية بالتكاثر فوق أجواء المملكة اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، على أن تبدأ فرص هطول زخات الأمطار على المنطقة الجنوبية خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، وتتسع رقعة تأثير هذه الغيوم الماطرة خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء لتشمل المنطقة الشمالية الوسطى الجنوبية وأيضا المنطقة الشرقية. هذه الحالة مع عدم الاستقرار الجوي ستترافق بهطول زخات من الأمطار، قد تترافق بالرعد في بعض المناطق خاصة المنطقة الجنوبية والشرقية. عندما نقول أمطار رعدية نعني بذلك أيضا أنها ستترافق بهبات رياح قوية قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية. خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء تنتقل الفعالية الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي أكثر نحو الشرق والجنوب، فيما تميل الأجواء للاستقرار تدريجيا في المنطقة الشمالية والوسطى، على أن يستقر الطقس في عموم مناطق المملكة يوم الأربعاء. نستعرض الآن التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة. نبدأها من يوم الاثنين، أجواء صافية 28 درجة مئوية كحرارة العظمى الصغرى 20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 27 درجة مئوية كحرارة العظمى أما الصغرى 18 درجة مئوية. يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة لتسجل 26 درجة مئوية مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة، أما ليلا تسجل 16 درجة مئوية. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام، 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 17، الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية ليوم الاثنين نبدأها شمالا. المفرق 32 إلى 18 مع أجواء صافية، إربد 30 إلى 18، جرش 31 إلى 21، وعجلون 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 32 إلى 22، البلقاء 28 إلى 20، عمان 28 إلى 20 أيضا، مأدبة 30 إلى 21، والبحر الميت 34 إلى 27 درجة مئوية. ننتقل الآن جنوبا نحو العقبة، تفرق لبعض الغيوم 37 إلى 28 درجة مئوية، معان 33 إلى 21، الشوبك 28 إلى 20، والطفيلة 28 إلى 20 أيضا، ونفس الأجواء أيضا في الكرك مع انتشار لكميات من الغيوم وهي بداية حالة عدم الاستقرار الجوي. ننتقل الآن نحو المنطقة الشرقية، نبدأ من الأزرق 36 إلى 19، الصفاوي 34 إلى 18، ورويشد أجواء صافية مع 34 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. الاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. We'll be right back.